النادي الأهلي الكبير، أيوة يعني الكبير قدرا وقيمة وقامة. الحقيقة تواجد أكتر من رائع لبعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية. شفنا مع بعض طبعا مجموعة كبيرة من المشاهد اللي تليق بتاريخ وبعراقة وقيمة القلعة الحمراء. كل الكواليس اللي بنشوفها للبعثة بتخلي الواحد مننا يشعر فعلا بفخر كبير جدا، فخر الانتماء لهذا الكيان العريق العظيم. الحمد لله كل الأمور ماشية زي الفل بشكل ممتاز جدا، انضباط كبير كعادة النادي الأهلي، يعني كل واحد عارف دوره كويس قوي ويعمله ازاي كويس قوي. حاجة كده حضرتك تظبط عليها ساعتك زي ما بيقولوا، خصوصا وطبعا يعني وإن الكابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثة. كابتن محمود الخطيب، زي ما احنا تابعنا تسلم امبارح شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في مونديال الأندية، دي المشاركة السادسة للمارد الأحمر زي ما كلنا عارفين. اتكلم هنا تاريخ كبير لنادي كبير جدا، تاني أكتر أندية العالم مشاركة في هذا المحفل الدولي العالمي الكبير، وده شيء أكيد مش سهل أبدا. طب حد يسألنا مش سهل ليه؟ نقول لك مش سهل لأنك بتوصل للمونديال هنا 6 مرات، قدرت إن أنت توصل 6 مرات للمونديال. دايما بنقول تاني زي ما أنت ذكرت كده يا كريم، عظيم يا اهلي، وما ننساش ان النادي الاهلي المصري احتل هو وريال مدريد الاسباني المركز الثاني، ده كان من بين 10 فرق وانديه خوضا لمباريات كاس العالم للانديه بواقع هنا 12 مباراه، واكيد دي حاجه كبيره جدا بتقول وبناكد مره ثانيه على عظمه الاهلي. الفريق اتدرب امبارح بشكل ممتاز، كل الاجواء كانت رائعه، وكمان الجهاز الفني والطبي اطمنوا على حسين الشحات اللي شارك في التمرين بشكل رائع، ومحمد هاني كمان الحمد لله رب العالمين هو كمان بخير، وكل القائمه جاهزه لاول لقاء امام الدحيل، اولى مباريات النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله منصور يا اهلي باذن الله. ان شاء الله يا كريم المكسب يكون اكيد من نصيب الاهلي. بنواجه برضو، خلينا نبقى صراحه، يعني فريق محترم وقوي ومدعم كمان صفوفه، لكن احنا بنقول وبناكد الاهلي بطل افريقيا قادر اكيد على الفوز. عندنا لعيبه كويسه، عندنا جهاز فني ممتاز بقياده بيتسو موسيماني اللي كمان عقد بالمناسبه اجتماع ومحاضره فنيه مع اللاعبين وشهد تركيزه فيها على ضروره احترام المنافس. يمكن ده كمان يا كريم اللي دايما موسيماني بياكد عليه بعد اي مؤتمر صحفي بيالي يعني المناقشات المختلفة المباريات المختلفة. وكمان أضاف موسيماني امبارح أن الأهلي لا يخشى مواجهة أي فريق لكن بيحترم كل فريق بيواجهه، كلام أعتقد مهم جدا، وفي كتير كمان من الرسائل اللي قالها موسيماني.